حضرة إبراهيم باشا. شو في شي قصة تانية يا سمبول؟ باشا هو هلأ مو وقته، بس أنا بقلي في ريال خانم ما بعرف شو عم تساوي. هي صار لفترة عم تتصرف بشكل غريب، وكل شغلها هاملته مع هذا ترقد بوظيفتها وسوى رئيسة خدم السلطان. سمبول، اللي وظفتها هي سلطان الأم، هذا الحكي ما بيجوز. معاذ الله يا باشا، أنا جاي لعندك بشغلة تانية. شو أحكي؟ الست في ريال شفتها بالحديقة الخاصة اليوم، قابلت الرسام ليو وأخذت منه رسالة وبشكل سري كمان. يا باشا أنا واثق إنه في شي بيناتهم. قلت أنا لازم خبرك بهالشي. ليو؟ انت عارفان حالك شو عم تحكي يا سمبول؟ والله العظيم شفتهم بعيوني اللي بدو ياكلهم الدود. يا روحي شو اشتقت لكم؟ انتو اشتقتوا لي كمان؟ انا ما عم يجيني نوم قبل ما زوركم وشوفكم. يا حلوة انتي. وانتي كمان حبيبي. خير ست فريال، شو في؟ ولا شي سلطانة. لكن ليش اجيتي؟ كنا بدنا نروح أنا والسلطانة على الحكيمة. هلأ مو وقته يا ست فريال. شو يا حميدتي، شو يا قمر؟ رئيسة الخدم. بدو أمره يا سنبول آغا. إبراهيم باشا بدو ياكي، عم يستناكي بالتراس. والله؟ طيب ما بتعرف ليش بدو ياني؟ أنا شو بيعرفني؟ مو أنت رئيسة الخدم؟ المفروض تعرفي ليش بدو ياكي. أنت حطيتني براسك، بس بدي أعرف بشو قصرت. سكتي حاجة فزلكة بلا ما تتأخري على الباشا. روحي تبهدلي، بركي بتنكسر شوكتك. باشا، حضرتك طلبتني؟ بدي المكتوب. عفوا ما فهمت. المكتوب. المكتوب اللي أعطاك إياه الرسام ليو. عن شو عم تحكوا باشا؟ طيب ليش؟ ليش لحتى ليو يعطيني مكتوب؟ ست فريال، ست فريال، شو هاد؟ باشا أنا لغتك الروسية منيحة ما هيك يا ست فريال؟ شو كاتب فيها؟ باشا أنا المكتوب شو فيها فريال؟ Thank you.
أليكس حبيبتي وروحي اللي طلبتي مني حساوي. أنا رح روح على المكان اللي عشقتك فيه. بس اسمحي لي شوفك آخر مرة قبل ما أروح. عملي هالشي مشاني، مشان الشخص يلي رح يحبك طول عمره ورح يضل حزين وعم يبكي عليكي من هلأ لحتى يموت. وأنا بكرة رح استناك عند الحنفية اللي بالحديقة الخاصة. أليكس هالي روسيا. أخيراً كمشتك. هلأ فهمت.